الشباب اللي سحبوا، اسف المستثمرين اللي سحبوا الكراسات، بس المستثمرين لهم طبيعه مختلفه. المستثمرين بيجوا لنا الاول بيقعدوا معانا، ده مش داخل يشتري 230 فدان، ده يشتري 10000 فدان 20000 فدان، فعايز يفهم. وعشان كده احنا خلينا المستثمرين الكراسه بتاعتهم بيسحبوها من خلال الشركه. يجي الاول يقعد ويفهم ويشوف الخرايط ويشوف المواقع فين ويشوف ايه اللي انسب بالنسبه له، يبتدي يفكر ويرجع تاني وبعدين يبتدي ينفذ. عشان كده احنا في اول اربع ايام او خمس ايام من الطرح ما كانش فيه مستثمرين بيشتروا شويه كراسه. وفي خلال اليومين السابقين حوالي 15 شركه تقريبا سحبوا الكراسه. ياخدوا وقت على ما يفهموا على يعني يستعلموا القصه مش هزار. والرقم اللي هيدفعوه مش قليل. اكيد طبعا. طب ليه ما تمش اسناد الموضوع ده لبنك التنميه والائتمان الزراعي؟ هو شباك الاسكان والتعمير هو البنك الجاهز، هو البنك اللي عنده خبره في عمليات طرح الكراسات واستلام الكراسات وتوزيع الكراسات. الاليه دي عنده بيعملها تقريبا كل شهر. حكايه الشقق والاراضي وما الى ذلك اللي بقى لهم سنوات بيعملوها. فعندهم هذه الاليه وعندهم البرامج بتدعو على الكمبيوتر بتعمل الكلام ده كله. جاهزين. وانا في الطرح الاولاني ما اقدرش، لازم اعتمد على الاليات الموجوده اللي متجربه الجاهزه. تمام؟ يعني احنا في الطرح الثاني والطرح الثالث ممكن استعين. والمستثمرين في المرحله دي لازم يكون لان احنا عايزين نطرح في المعرض ده كان. انا ما اعرفش جبت المعلومات دي منين، قد تكون معلومات سابقه. طب يا فندم، الشركات الاستثماريه اللي هتدخل المشروع هل هيبقى في الزام ليها ان هي تقدم خدمات زراعيه للشباب الخريجين اللي هياخدوا الارض؟ لا، هو الشركات اللي اتكلمنا معاهم اولا ما فيش شباب خريجين. انا بتكلم على صغار مزارعين مش شباب. والاليه بتاعتنا تختلف تماما عن الاليه بتاعت شباب الخريجين. انا بديش كل احد خمس فدانين و10 فدانين. مجموعه من الشباب او صغار المزارعين بيتجمعوا وينشئوا شركه وياخدوا ارض 230 فدان. 230 فدان دي مساحه ضغط. مش مساحه قليله يعني. تمام؟ احنا حرصنا ان الاراضي اللي هياخدها صغار المزارعين تكون في اواسط الاراضي اللي هياخدها المستثمرين. لان الخدمات اللي هيقدمها المستثمرين هتبقى متاحه للشباب المزارعين. المستثمرين الكبار يستطيعوا ان هم يحتضنوا بعض المزارعين الجادين ويشتغلوا معاهم. وطبعا دي هتبقى للتوافق المصلحه. مصلحه حوالي 60,000 فدان للشباب. تمام؟ وهنشوف الاقبال شكله عامل ازاي؟ وهنشوف ناس جاده قد ايه؟ عشان استفيد من الدروس اللي خدناها اثناء هذا الطرح، ونشوف الاقبال بتاع الناس على ايه؟ على اني نوعيه من الاراضي؟ وعلى اني مناطق؟ وبالتالي اقدر اركز في الشباب هنا اكتر واخلي دي للمستثمرين الشباب مش مهتمين بيها او يعني بالنسبه لهم فيها مشقه او اي شيء. فالطرح الاولاني ده احنا لن نبدا في الطرح الثاني الا لما نستكمل الطرح الاولاني بالكامل. علشان كل الدروس المستفاده او اي اخطاء احنا عملناها في الاجراءات اقدر اصلحها بعد كده، والطلبات بتاعت الناس والردود الافعال بتاعت الناس اذا كانوا مستثمرين او صغار مزارعين او شباب نقدر نتلقاها ونصلح من وضعنا كل شويه. يعني احنا اكيد بلا شك ممكن يكون عندنا بعض الاخطاء او في بعض الامور لم نراعيها 100%.